مدينة البي سي 2/8/2012. من هنا مرت جنود هذا النظام الخائن وقامت بحرق المنازل في مدينة البيسي. المنازل المتطرفة لهذه المدينة بعد أن قام ثوار هذه المدينة بتحريرها من القوات الأسدية الغاشمة، قامت قوات النظام بالهجوم على المنازل المتجنبة وحفرت بعض الطلاقات ووضعت بعض المتاريس، وتم الاحتماء بالمنازل والهجوم على هذه المدينة. مدينة البيسي تتعرض للقصف منذ أكثر من 60 يوم على التوالي لحملة بربرية وهمجية على هذه المدينة. حسبنا الله ونعم الوكيل. تلبيسي 2/8/2012.